السلام عليكم. إن شاء الله اليوم بدنا نحضر مخلل الخس على طريقتي، بطريقة كتير سهلة وبسيطة. بتاخدوا أطيب مخلل خس عم يقرش ولا أطيب من هيك. هلأ إن شاء الله منروح على طريقة التحضير. منبلش بسم الله. أنا عندي هذا الخس. طبعا الخس كل ما كان حجمه صغير طبعا أطيب للمخلل، ويكون هيك تازة، ما يكون قديم كتير. طبعا في بأوروبا نحن عنا هذا الخس الصغير، هذا كتير كتير طيب للمخلل، وهذا كمان صغير بس لسه هذا أصغر. هذا بيجي هيك بالعلبة الصغيرة، فيه أربع خسات صغار، هذا كتير ممتاز للخس. وفي عنا هذا الخس كمان، هذا صغير بس كمان طيب. أنا طبعا نظفته للخس هون. أحسن طريقة لتنظيف الخس إني نحطه هيك بشغلة كبيرة ونعبيه مي، نغمره مي وندشره هيك شي نص ساعة، إيش في تراب إيش في رمل كله بينزل. بعدين بنغسله تحت الحنفية، هيك تحت الحنفية بيكون جاهز. يلا طبعا بنقطع هاي الراس، أنا كل بقي كله نقاطعته، بس ضروري هذا الراس بنقطعه. أنا عندي هون لترين مي. هلا بعلمكم طريقة جد إن تحطوا بالأطراميز توسعوا كمية كتير كبيرة، يعني أحسن من إنك تحطوه بدون ما تسوى هاي الطريقة. أنا عندي هون لترين مي، بدي أحط لهم شي 4 معالق ملح. طبعا الملح مثل ما بتعرفوا لازم يكون ما في يود، بحري أو صخري ما بتفرق معنا، لازم أدوبه كتير منيح للملح. أنا عندي هيك الملح داب. طبعا أنا طول معي شوي لأن أنا عم استعمل الملح الخشن. طب مثل ما قلت لكم بس بيصير أي ملح، بس المهم ما يكون فيه يود. عندي هاي الخسة بدي أقطعها بس هيك بالنص، بس مو للأخير، بس هيك لعند العقب. طبعا إذا خستكم كبيرة سووا على 4، بس هنحن الخس هون مو كبير كتير. أنا خلصتهم هيك صاروا جاهزين. المهم شايفين يكون هيك مغمورين بالمي. طبعا انتو حسب الكمية اللي بتستخدموها. هلا بدي اخلي منقوع عن هيك بالمي وملح لحتى الخس يطرى معنا. انا عندي هيك الخس صار له شي ساعة منقوع بالمي وملح. شوفوا شلون، لاحظوا قديش بصير طري، شايفين بصير كتير طري. هيك بتاخدوا راحتكم بالتعباية وبتعبوا يعني بالأطرميز كمية اكبر. هلا انا بدي اصفهم بالأطرميز. طبعا انا بدي استعمل هذا اطرميز، حتى هذا بلاستيك يعني بصير اي اطرميز عندكم. يلا بسم الله. شايفين شلون وسعت كل الخسات؟ شايفين بهي الطريقه شلون بنكبس كميه اكبر من الخس وما بتكسر معنا الخس وقت اللي بنحطه بالاطرميز. انا دقت هاي المي. طبعا بدنا نحط هاي المي، طبعا النكهه كلها بهاي المي. انا شفتوا في البدايه خسلينه للخس، طبعا نكهه الخس المي الخس بتطلع بهاي المي، بتكون هيك النكهه كلها هون. انا دقته، بده شويه ملح، بدي ارجع احط معلقه ملح. انا دوبت الملح كتير منيح ودقته وملحه تمام. لازم كمان ما يكون مالح كتير. انا اكثر الاسئله بتجيني اني خاله طلع عنا المخلل المالح، يعني بده يكون الملح يعني مثل ما مثل ملح الطبخه بس املح شوي صغيره. عندي هون ربع كوب خل، خل ابيض. طبعا طبعا هون الخل كمان حسب تركيز الخل، في خل يكون تركيزه قوي بدكم تحطوا اقل. طبعا نحن كان عندنا بسوريا هذا روح الخل بنحط معلقه واحده لان كثير تركيزه قوي. عندي هون معلقه سكر، معلقه كبيره سكر، بدي ادوبهم مع بعضهم. هدول طبعا المطيبات اذا بتحبوا تحطوهم، بس بيعطينا كتير نكهه طيبه للمخلل. عندي معلقه كزبره، كزبره حب، اذا ما متوفر حطوا ناعمه كمان بصير، بس الافضل حب. عندي هون معلقه كمان فلفله حمراء، بابريكا، واذا حدي طبعا بيكون اطيب. وعندي انا هون شي 5 سنان توم، بس هيك انا فارمتهم فارم خشن. طبعا هلا بنزل هذا المحلول. شايفين هيك تمام؟ بهي المرحلة إذا بتحبوا مشان ما يطوف معنا لفوق الخس، هي عودان تبعت الشوي، ممكن هدول أو العراض لسه بيكون أحسن، بس أنا هذا المتوفر عندي. حطوا هيك بالعرض. شايفين هيك أبدا المخلل ما بيطوف لفوق،
بيضل هيك مغمور بالمي. هلا انا بدي اسكره. طبعا اذا بدكم اياه يستوي بسرعه بنحطه بمكان دافي او على الشمس كمان بصير بسرعه بيستوي، اما اذا بدكم اياه مثلا لمده طويله حطوه بمكان بارد ومكان مظلم. هلا بستنى لحتى يستوي، يعني بده من اسبوع ل 10 ايام بيكون جاهز، بس يستوي ان شاء الله بنقدمه. هي المخلل عندي استوى بعد اسبوع، شوفوا شلون قطرميز بيكون مليان مخلل، مو اني نصه مي، اذا ما بتسوا هاي الطريقه بتلاقوا مو بدبل، بتلاقوا نصه مي ونصه مخلل، هيك القطرميز بضل هيك مليان. هلا بدي اشيل هدول، شوفوا العودان اللي انا حطيناهم ما بيطوف لفوق المخلل، لازم اطالع كمان فرجيكم اياه. بسم الله، شايفين هذا اللون ما احلى، طالع واحدة صغيرة كمان، طبعا نفتحها هيك بالنص، شايفين هاللون ما احلى، وهي الصغيرة كمان. هاي صحن المخلل صار جاهز، جد ولا احلى من هيك، شوفوا اللون ما احلى، شوفوا القرش تبعيته، شوفوا ما شاء الله، شايفين قديش عم يقرمش، جد ولا احلى من هيك. طبعا انا بفيديوهات سابقه انا سويت المخلل اللفت وسوينا الخيار وسوينا الباذنجان، وان شاء الله مكملين بالمخللات، ان شاء الله نساوي كل انواع المخللات. طبعا النصيحه بعد ما نفتح المخلل بنحطه بالبراد، بس بلشنا بالاكل بنحطه بالبراد مشان ما يخرب معكم بسرعه. هذا هو، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى طبعا اذا عجبكم ما تنسونا حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، واهلا وسهلا بالجميع والسلام عليكم.